جدا جدا خلال هذا الشهر والشهر القادم ان شاء الله. مع حضراتكم دايما على قناه النادي الاهلي الساعه ونص اللي قبل المباراه دايما بتلاقونا بنجيب لحضراتكم كل الكواليس سواء في الفندق او حتى والاتوبيس ماشي في الشارع رايح على استاد السلام. والان وصول لاعبي النادي الاهلي الى ملعب المباراه زي ما حضراتكم شايفين صلاح محسن بينضم الى القائمه الرئيسيه. هنقول لحضراتكم بعد قليل طبعا ده الكابتن ماهر عبد العزيز المدير الاداري للنادي الاهلي كابتن احمد فتحي وصلاح احد عمال المهمات اللي موجودين كابتن حسام عاشور وليد ازارو وبقيه اللاعبين بيتوافدوا على غرف خلع